خلال هذه الأيام نستقبل عاما هجريا جديدا، وقصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فيها من العجب جعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي التوقيت الذي يبدأ به التاريخ الذي وضعه عمر رضي الله تعالى عنه. كان الناس قبل الإسلام يؤرخون بالتواريخ المشهورة، فيقولون مثلا فلان ولد قبل عام الفيل بسنة، أو ولد بعد عام الفيل بسنة، وعام الفيل هو العام الذي جاء فيه أبرهة وجنوده لهدم الكعبة، فصار يؤرخون بهذا العام لشهرته. كما يقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل مثلا، فكان يؤرخون بشهرته، وكان كلما وقع حدث يلغون الحدث الذي قبله ويعتمدون الحدث الجديد. يعني مثلا لو وقع زلزال قوي خلاص نسوا عام الفيل لأنه صار لخمسين ستين سنة، ويبدأون يؤرخون بالحدث الجديد، يقولون وقع قبل الزلزال بكذا أو ولد بعد الزلزال بكذا. فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر صار يرسل كتبا، لأن أبو بكر ما تولى إلا سنتين وكان مشغولا بحروب الردة في عصره، لكن لما تولى عمر رضي الله تعالى عنه تولى عشر سنوات واستقرت الأمور وصار هناك جيش إسلامي معروف، وصارت الدولة أيضا دولة مرتبة. عمر رضي الله تعالى عنه وضع الدواوين والإدارات، وصار في وزارة للجند ووزارة للأرامل ووزارة للأيتام، رتب الوضع أكثر. فصار رضي الله عنه يرسل رسائل إلى الأمراء الذين في الأمصار، هذا أمير له في مصر، وهذا أمير في العراق، وهذا أمير في الشام، وهذا في اليمن، وهذا في، جعل يوزعهم، فيرسل رسالة. فأرسل إليه يوم من الأيام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وكان أميره في العراق، قال: يا أمير المؤمنين، أنا يصلني منك أحيانا كتاب تقول افعل كذا في شهر شعبان، أنا ما أدري، الكتاب وصلني في رمضان، ما أدري تقصد شعبان اللي جاي أم تقصد شهر شعبان الذي مضى، فأرخ لنا تأريخا. أنا التبست عليه الأمور، فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة، قال: ما رأيكم، نحن الآن نحتاج إلى سنة نؤرخ بها، لما أقول لشعبان سنة خمس غير شعبان سنة ست غير شعبان سنة عشر، يا جماعة خلنا نجتمع على شيء. فاختلف الصحابة متى يبدأون، أي سنة يجعلونها هي السنة الأولى حتى يبدأوا يعدوا. يقول عمر: نحن إذا اعتبرنا السنة الأولى هي مثلا سنة معركة بدر معناها نحن الآن وصلنا السنة العاشرة، إذا اعتبرنا السنة الأولى مولد النبي صلى الله عليه وسلم معناها نحن الآن سنة 23، إذا اعتبرنا، ها ما رأيكم يا صحابة؟ فقال بعضهم: نعتبر السنة الأولى اللي يبدأ منها تاريخ الإسلام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون يا عمر أنت الآن في السنة رقم مثلا 27. قال: طيب عندكم رأي آخر؟ قال الثاني: لا، أنا أقترح أن يكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث نبيا معناه نقص 40 سنة مثلا. طيب من عنده رأي ثالث؟ فجعلوا يتشاورون حتى رأوا أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو بلا شك أنه شرف للبشرية، وأن بعثته صلى الله عليه وسلم هي أيضا شرف، إنما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هي بداية انتصار الإسلام، الانتصار الحقيقي، هي التي كون فيها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا مسلما، وصار عنده مكان عليه الصلاة والسلام للحكم بين الناس، وصار عنده مقر، من أراد أنه يسلم يعلم إلى أين يتوجه، يتوجه إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار عنده شيء يعني يستطيع أن يدير منه أمور الإسلام، الهجرة. فعندها قرر عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون بداية الإسلام، أن تكون بداية التأريخ الهجري هو التأريخ الذي أو هي السنة التي هاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. اتفقوا الآن على السنة. طيب أي يوم نجعله أول يوم في السنة، أو أي شهر نجعله الشهر الأول؟ هل نجعل رمضان هو الشهر الأول في السنة، أو نجعل شعبان الشهر الأول؟ فاتفقوا، قالوا إن الناس قد يلتبس عليهم الأشهر، ما يدرون هذا جماد الأولى ولا جماد الثاني ولا، لكن في شهر، في حدث تفعله كل العرب مسلمهم وكافرهم، وهو الحج، فهم يعرفون متى الحج تماما. فقالوا: إذا نجعل شهر الحج هو آخر شهر، أول شهر بعد الحج هو أول شهر في السنة. فاتفقوا، فصار شهر شعبان هو شهر 8، شهر رمضان شهر 9 ونحو ذلك، اتفقوا على هذا التاريخ. طيب السؤال يا جماعة، إيش كان حجم الهجرة أصلا عند الصحابة لهالدرجة؟ الهجرة النبوية تعتبر يعني
هزة في الإسلام وتأثير في الإسلام، هل لهذه الدرجة الهجرة النبوية مؤثرة؟ كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا هاجر؟ لماذا لم ينتظر عليه الصلاة والسلام في مكة حتى ينزل الله تعالى عليه النصر؟ ليش طلع من بيته وترك أهله؟ النبي عليه الصلاة والسلام طلع من مكة وترك ابنته فاطمة صغيرة، وترك زينب أختها، وترك ترك زينب متزوجة، وترك أم كلثوم، يعني ترك عائلته، أبو بكر ترك أسرته وخرج. هل كان الأمر يحتاج يا جماعة فعلا إلى مثل هذا العمل؟ طبعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يدخلون في الإسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لقريش: يا قريش، أنا ما أريد بيني وبينكم مشاكل، أنا لا سببت آلهتكم ولا دعوت إلى تحطيم أصنامكم ولا دعوت إلى قتالكم، أنا بس أدعو الناس الاعتقاد اللي في قلوبكم غيروه، بدل ما تقولون إننا نعبد هذه الأصنام مع الله وأنها آلهة، غيروا هذا الاعتقاد إلى اعتقاد أن الله واحد لا شريك له. بداية الإسلام يا جماعة ترى ما كان في صلاة ولا صوم ولا زكاة، ما كان في أي شرائع. معناه أنك تسلم معناه أنك اعتقادك، بدل ما تعتقد أن الآلهة 10 أو 20 تعتقد أن الإله واحد لا شريك له، هذا اللي مطلوب من الناس. ومع ذلك حاربته قريش وصاروا يعذبون أصحابه، فالصحابة يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ما نقدر نصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يبحث عن مكان يخرج إليه أصحابه. هو في كل سنة يأتي الناس إلى الحج، يأتون من الطائف، يأتون من نجد، يأتون من كل مكان، يخرج صلى الله عليه وسلم إليهم وهم في مجتمعين في عرفة في مزدلفة، يأتي إليهم جماعات، يأتي إلى أهل الطائف أو إلى أهل المدينة أو إلى أهل النجد أو كذا، يقول: من يؤويني لأبلغ رسالة ربي؟ أنا أريد مكان أسكن فيه أبلغ الإسلام، فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي. فكان أبو جهل وراءه وأبو لهب وراءه، كلما دعا أحدا للإسلام قالوا: دعوه، فهذا ساحر وهذا مجنون وهذا، فيتركه الناس ويمضي إلى غيره. لاحظ ما في أحد يتقبل لأن قريش تخرب عليه. فخرج صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الطائف، بين الطائف ومكة قرابة 80 أو 100 كيلو، فخرج حتى وصل إلى الطائف ودعاهم إلى الإسلام وقال: أنا جئتكم بالعز والشرف، أنا جئتكم بالعز الذي يعز الله تعالى به من يشاء، لو قبله أهل الطائف في ذلك الحين لاعتزت البلد وأصبحت فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قباء وفيها لاعتزت، لكنهم أبوا ووقع ما وقع من إغرائهم لبعض جهلائهم ورمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة ومضى من بين أيديهم. فرجع إلى مكة وقال لأصحابه: جزيرة العرب كلها ما تصلح لكم، اخرجوا إلى أفريقيا، اطلعوا إلى الحبشة، إلى أثيوبيا، إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، اخرجوا إليهم. طبعا كون الواحد يطلع من بلده إلى بلد آخر، إلى بلد لا يفهم لغتها أصلا وطبيعة الثقافة مختلفة، حتى الأكل مختلف وطبيعة الأرض مختلفة، أنا متربي في مكة وجالس في مكة، أطلع إلى أفريقيا أسكن هناك، أترك أهلي وأبناء عمي وأبناء خالي وأصهاري. فهاجر أول مرة 10 إلى الحبشة، ثم جلسوا سنة سنتين، فأشيع في مكة أن قريشا أسلمت، فوصلتهم الإشاعة فأقبلوا إلى مكة، رجع هالعشرة، فلما رجعوا وإذا الإشاعة خطأ، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي جاء بكم؟ ارجعوا للحبشة. فرجعوا ومعهم مجموعة، وصل الذين هاجروا إلى الحبشة 86، ولبثوا هناك فترة، ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأوس والخزرج، قابلهم، جاءوا من المدينة من يثرب وقابلهم صلى الله عليه وسلم في الحج، فدعاهم للإسلام فوجد منهم قبولا وأسلم منهم 12، ثم رجعوا إلى قومهم ودعوهم إلى الإسلام، فأسلم قومهم عدد كبير من قومهم، وجاءوا في السنة اللي بعدها وأسلم، وإذا هم قريب من 80 أو 90، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم رجعوا إلى قومهم. شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70 رجل وامرأة، يعني الآن أمامي 70 بيت هناك، وأصلا كان عدد السكان قليلا، جاء مصعب رضي الله عنه
بقي في المدينة وبدأ الناس يدخلون في الإسلام، وكان أسلوب مصعب رائع. تخيل مرة من المرات مصعب جالس وعندها سعد بن زرارة مسلم، وبعدين جاء واحد إلى سعد بن معاذ، سعد بن معاذ من رؤوس قومه في المدينة، وقال: يا سعد، أنت جالس هنا وفي واحد هناك جالس جاي من مكة يسب آلهتكم ويصرف الناس عن دينكم. فغضب سعد: هذا اللي دخيل علينا جاي يخرب الناس. والتقط سيفه وتوجه فأقبل، وإذا مصعب بن عمير جالس يدعو الناس اللي عنده في الطريق، ومعه أسعد بن زرارة مسلم وهو ابن خالة سعد بن معاذ. فلما جاء سعد بن معاذ ورئيس في قومه معه السيف، جاء وقال: فرقت جماعتنا وفعلت، أطلع البلد كله قتلناك. فقال له مصعب: شوف، لذلك لأن أسلوب مصعب هادئ وحكيم اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أن يصير هو الداعية، ولا عنده أبو يعني غيره من الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال مصعب بن عمير: ألا أعطيك خيرا من ذلك؟ يعني الآن سعد بن معاذ أعطى مصعب اختيارين: إما أن تسكت وإما أن تذهب إلى بلدك. فمصعب أعطاه اختيار ثالث، يعني أنا ما هي مشكلة الاختيارين هذه أقبلها، بس أنا عندي اختيار ثالث اقبله مني. إيش الاختيار الثالث؟ قال: أن تجلس وتسمع، إن أعجبك كلامي اقبله، إذا ما أعجبك أنا أطلع وأروح. قال: والله هذا كلام عدل، إيش يضرني أجلس وأسمع؟ فجلس سعد بن معاذ يسمع القرآن والحجاج، فدخل في الإسلام. وأصبح سعد بن معاذ بعد ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمن. هل أسلم بهذه الطريقة؟ شوف يا جماعة، نحن لما ندعو الناس، لما نصبر على الناس وندعوهم بالرفق واللين ونأخذهم بطولة البال، أحسن ما يقول له مصعب بن عمير: إيش هذه، صح بلدك بس في ناس غيرك ممكن نأخذ رأيهم. لا لا أبد، اجلس واسمع وبعدين نتفاهم. فجلس واستمع. بدأوا أهل المدينة يسلمون، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: اللي يريد يهاجر خلاص بلاش الحبشة، الحبشة صعبة أنهم يطلعون لها أصلا، بلاش تذهبون إلى الحبشة، اذهبوا أقرب منها ليثرب، كان اسمها يثرب في ذلك الحين. بدأ الناس يخرجون من مكة يتسللون إلى يثرب. قريش في البداية سكتت، يعني أنت تريد تسكن في يثرب، تسكن في خيبر، تسكن في الطائف، أنت اختار البلد اللي تطلع له. لكن لما كثر العدد لاحظوا أن المسلمين الآن يتجهون إلى يثرب ويجتمعون فيها، هذا مشكلة بالنسبة لقريش. فبدأت قريش تضيق عليهم، أي واحد بيطلع تقطع عليه الطريق. مرة كان أبو سلمة رضي الله عنه أخذ زوجته أم سلمة ومعهم ولدهم سلمة صغير، يمكن عمره لا يتجاوز سنتين أو ثلاث، أخذهم بيطلع للمدينة مهاجر في سبيل الله. فلما أخذهم وقف له في الطريق أهل زوجته، زوجته من قبيلة أخرى لكن من سكان مكة. قالوا: أنت تريد تهاجر إلى المدينة، هاجر للبلد اللي تريد، إلى يثرب هاجر للبلد الذي تريد، لكن بنتنا ليش تأخذها معك؟ قال: هذه زوجتي، أنا هي موافقة. قالوا: لا، احنا ما وافقنا تذهب بها هالبلدان، تعالي يا بنت. وأمسكوها بالقوة معهم ومعها ولدها. فقومه غضبوا، قبيلته، وقالوا: ما دام أخذتم بنتكم ليش تأخذون الولد الصغير؟ ولد الصغير تبعنا ليس تبعكم. وجو أخذوا الولد منها. ثم تعاركوا قوم أبي سلمة يجرون الولد، والمرأة تبكي تقول: أريد ولدي. فأهلها يجرون الولد من الناحية الأخرى حتى خلع كتفه فتركته هي، فأخذه أهل أبي سلمة قبيلته، وهي أخذها أهلها، وأبو سلمة مضى إلى المدينة إلى يثرب. شوف كيف العائلة تفرقت، حتى تعرفوا الهجرة كيف كانت في ذلك الحين صعبة على الصحابة، كيف كان هؤلاء صبروا في سبيل الله والإسلام وتمكين الإسلام. ذهب أبو سلمة إلى يثرب، وأم سلمة عند أهلها، وابنه الصغير عند أهله عند قبيلته. يوم من الأيام خرج صهيب الرومي رضي الله عنه أيضا. صهيب صحيح أنه جاء من الروم لكنه سكن مكة
واشتغل تاجرا وبعدين اشترى نفسه وصار حر بدل ما كان عبد مملوك، وصار يعني له مال في مكة وله. دخل صهيب الرومي في الإسلام، فلما دخل في الإسلام جاء الرجل سيهاجر إلى المدينة، أيضا بيلقى مسلمين هناك ومجتمع إسلامي ومسجد وصلاة جمعة أحسن من بقائه في مكة عند قوم يفتنونه. فأدركته قريش في وسط الطريق، فلما التفت وإذا وراء 30 و40 من قريش بيقتلونه. يا جماعة أنا ما أريد منكم شيئا، أنا بطلع بجلدي. قالوا لا، إلا ترجع ولا قتلناك. فرقى على جبل، ثم كان معه 20 سهما، فنثر سهامه بين يديه وأخرج القوس ووضع سهم في القوس. قال: يا معشر قريش، والله إنكم لتعلمون أني أصوبكم رميا، أجود واحد يرمي في مكة أنا، فوالله لا تصلون إلي. شوف أنتم الآن تريدون تصعدون الجبل تنزلوني بالقوة، والله لا تصلون إلي حتى أضع في صدر كل رجل منكم سهما، والله ما تصلون حتى أبدأ أرميكم واحد واحد حتى أقتل 20. فإذا قتلت منكم 20 رجلا فماذا تريدون مني بعد ذلك؟ خلاص اقتلوني ما عندي مشكلة. إذا قتلت منكم 20 إيش تستفيدون أنتم؟ خلوني أروح. قالوا: جئتنا صعلوكا فقيرا وتريد أن تخرج الآن بأموالك وأنت تاجر؟ قالوا: يعني المشكلة عندكم المال؟ خلاص أنا أدلكم على مواضع مالي في مكة، أقول لكم: ترى أنا أملك غنم شوفوها عند فلان، وأملك مال شوفوها عند فلان، وأدلكم على مواضع مالي في مكة، اذهبوا إليها وخذوها بس اتركوني أذهب. قالوا: طيب أين مالك؟ قال: عند فلان لي كذا، وفلان عندك كذا، وفلان عندك كذا. خلاص؟ قالوا: نعم. قالوا: انصرفوا. فانصرفوا وهاجر إلى المدينة. فأنزل الله تعالى قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا ترك ماله وشرى نفسه، قال: أهم شيء أنا أنجو بديني. كذا كان الصحابة يهاجرون. الهجرة تعتبر حدث غير عادي يا جماعة، أكبر حدث وقع في الإسلام. أبو بكر، طبعا عمر هاجر، عدد من الصحابة، عثمان هاجر، كان بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، منهم أبو بكر ومنهم علي ومنهم بعض الصحابة. فكان أبو بكر كل مرة يقول: يا رسول الله أنا أريد أهاجر. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، ممكن الله يرزقك صاحب، انتظر. إنه لعله أن يؤذن لي، يمكن الله يسمح لي إني أهاجر، انتظر نهاجر مع بعض. ويسكت أبو بكر. بعد فترة أبو بكر يقول: يا رسول الله أنا أريد أهاجر. فيقول: انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، انتظر. ويجلس أبو بكر ينتظر حتى أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر، أنه يطلع من مكة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل غير اسمها، سماها طيبة. يثرب من التثريب، التثريب هو اللوم للآخر، لما تقول: لا تثرب علي، لا تلومني ولا تتكلم علي. فكلمة يثرب أطيب منها كلمة طيبة والمدينة ونحو ذلك. فجاء النبي، تقول عائشة رضي الله عنها: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ما كان يأتينا فيها. يعني أنت الآن لو واحد يضرب بيتك بعد العصر تقول: والله جاي زائرك، ممكن يا مرحبا وقت زيارة العصر، المغرب وقت زيارة. لكن لو واحد طرق بابك الساعة الثانية ظهرا ولا الساعة الثانية ليلا وقال: أنا والله جاي زائرك، تقول: غريب، هذا ليس وقت زيارة، يعني الظهر وقت نوم ولا الليل وقت نوم، يعني غريب مجيئك في هذا الوقت، غريب. بل حتى اللي يتصل بك بالتلفون، لو واحد اتصل بك الساعة الثانية والنصف ظهرا غير الذي يتصل بك بعد العصر ولا بعد المغرب أو في الصباح، أو واحد اتصل بك الساعة 3 في الليل تستيقظ وتأخذ السماعة، نعم، لو قال لك: كيف الحالة؟ سكت، تقول: الحمد لله. قال: ممكن بكرة تفطر معي في الكافي الفلاني؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت متصل بي الساعة 2 في الليل عشان أفطر معك في كافي؟ يا أخي فزعتني وروعتني وروعت أهلي، حرام عليك. زي أنا مرة أذكر، أنا ما العادة التلفون في إذا جئت أنا ما أضعه على الصامت، حرصا على أنه يتصل أحيانا الوالد أو الوالدة أو يعني يحصل ظرف.
فرن التلفون ونظر إلا الرقم ما أعرفه وضغط كذا الإسكات وسكت شوي. إلا رن ثانية وثالثة، قلت هذا أكيد فيه أمر عندهم عظيم، هالمتصل هذا أكيد فيه عندهم ميت ما يعرفون كيف يلقنون الشهادة الآن يحتضر، أو عندهم أو أنه توفي ولا يعرفون ماذا يفعلون، يعني مات طيب ماذا نفعل لما مات؟ نودي مستشفى ولا نودي المقبرة ولا؟ أكيد أنهم يحتاجون. وأخذ السماعة وأتصل أنا، قلت أكيد عندهم ضرورة الآن، بعد ما اتصل حول 6 أو 7 مرات، السلام عليكم، إلا ردت امرأة، نحن كنا بعد رمضان بأسبوع تقريبا، عليكم السلام، قلت تفضل يا أختي أنت اتصلتي بي؟ قالت نعم يا شيخ عندي سؤال. قلت تفضل يا أختي إيش سؤالك؟ قالت أنا إن شاء الله بعد شهرين طالع على الحج، ويجوز ألبس في الحج ثوب مخطط بأصفر؟ هذا سؤالها، تخيل ما نسيت السؤال من 8 سنين من القهر. يجوز ألبس في الحج ثوب أصفر؟ بغيت أقول أنت أصلا ساقط عنك الحج، لأن الحج واجب على العقلة، بس أنت هبلة اللي متصلة الساعة 3 في الليل وتسألين عن ثوب أصفر ومزعجت، بعدين واضح اتصلتي 8 مرات ما رديت، نايم يعني الرجال. والله جاوبت سؤالها، تقعد تصرخ على، جاوبت سؤالها في امان الله ومع السلامه وقفلت، واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. فهذا ابتلاء يبتليك الله ببعض الناس. هيره العاده هم من بعد الفجر يخرجون الى اشغالهم، يستمرون الى الظهر تقريبا، بعدين ينامون في بيوتهم ويرتاحون حتى تخف الشمس، ثم بعد العصر يخرجون الى اشغالهم. فهي تقول النبي عليه الصلاه والسلام جاءنا في شده حر الظهيره، طرق علينا الباب ودخل، فجاء أبو بكر واستقبله ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر أخرج من عندك، بناتك الثنتين عائشة وأسماء وعيالك عبد الله عبد الرحمن وطلعهم. قال يا رسول الله إنما هم أولادك، أبد ما منهم خطر، قل اللي عندك أولادك. فقال يا أبا بكر إنه قد أذن لي بالهجرة. فبكى أبو بكر وقال يا رسول الله الصحبة الصحبة، أنا من فترة أشوف الناس يهاجرون وأنا ماسك نفسي عشان أصاحبك نهاجر مع بعض، الصحبة يا رسول الله الصحبة. وبكى أبو بكر. تقول عائشة ما كنت أظن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. فقال الصحبة، يعني خلاص موافق. فبكى أبو بكر قال يا رسول الله فإن عندي راحلتين، أنا عندي بعيرين جملين ناقتين أنا مجهزهم من فترة، أطعمها وأسقيها وأعتني بها كله لأجل المشوار لأجل السفر، أنا من زمان أنتظر أي لحظة تقول يلا نمشي، أنا مجهز نفسي للسفر يا رسول الله، هذه الراحلة لي وراحلة لك جاهزة. النبي عليه الصلاة والسلام عزيز نفس ويده عليا، ما يرضى ياخذ من الناس شيء، حتى لو أبو بكر لا لي ما آخذ، تبغى تتبرع للإسلام تبرع لكن لي أنا تعطيني لا. فقال صلى الله عليه وسلم آخذها لكن بالثمن، بالثمن أعطيك قيمتها. قال بالثمن، يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يوافق إلا بالفلوس، قال بالثمن، فاتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالثمن. ثم إنه اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم نطلع قبل الفجر في الليل والناس نايمين، نطلع من مكة. في ذلك اليوم كانت قريش مجتمعة في دار الندوة، مجلس الشورى عندهم في دار الندوة مجتمعين يخططون كيف نمنع المسلمين من الهجرة، واللي يقول نفعل كذا ونفعل كذا، فهم كانوا خايفين يأتون ويقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، فتثور قبيلته بنو هاشم ليش تقتلون ولدنا، فهم أصلا بينهم مشكلة في طريقة التعامل. فاتفقوا على رأي، قالوا تعالوا نجمع من كل قبيلة ناخذ شاب، أنتم يا مثلا بني عدي يا قريش فخذ بني عدي أعطونا واحد من عيالكم، وأنتم يا بني كعب أعطونا واحد من عيالكم، وأنتم يا جمعوا لنا 20 كل واحد من قبيلة، ثم نجعلهم يأتون ويقتلون محمدا صلى الله عليه وسلم.
فإذا ضربوه ضربة رجل واحد، قومه لما يريدون ينتقمون من أي قبيلة يقاتلونها ما يدرون ينتقمون من، لأنهم لا يدرون اللي قتله اللي من قبيلة كعب أم الذي من قبيلة عدي أم اللي من قبيلة بني مخزوم أم، ما يدرون، فيرضون بالدية، يقولون خلاص اجمعوا لنا الدية، أعطونا 100 ناقة وخلاص، واللي راح اللي فات مات. فاتفقت قريش على هذا، واتفقوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وهو طالع مع طلوع الفجر من بيته يهجمون عليه. فأنبأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخبرهم، وأمره أن لا يبيت في بيته ذلك الليلة، لا تدخل بيتك أصلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى علي رضي الله عنه وأمره أن ينام في فراشه في بيته، لأن قريش يتجسسون ويطلون من فوق يرشون في البيت ولا لا، فيرون عليا نائما متغطيا بلحاف النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنونه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وكان من عادته عليه الصلاة والسلام عادة أن ينام أول الليل في بيته، فإذا جاء قبل الفجر بوقت خرج إلى المسجد إلى عند الكعبة يصلي آخر الليل، كذا عادته. فهم يقولون يا بيطلع بعد ما تطلع الشمس أو الفجر أو بيطلع آخر الليل مثل ما يفعل دائما، انتظروا عليه بس خلوه يكمل نومه. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا ليس في البيت، اللي نايم هو علي رضي الله عنه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم، نام في لما جاء ظلمة الليل ما نام، طلع إلى أبي بكر، وأبو بكر أصلا الراحلتين أرسلها مع واحد من عياله حتى ما طلعوا على الرواحل، حتى ما حد يلاحظ وين طالعين على الراحلة، لأن لما تشوف واحد آخر الليل راكب على بعير تقول أنت بتسافر أو، لكن لما يكون يمشي على قدميه يمكن ذهب يقضي حاجته أو ذهب لبول أو غائط، فأبو بكر ما يريد يركب الناقة ويلفت النظر أيضا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر مشيا على الأقدام، خرجوا من مكة والراحلتين الجملين اللي عليها الزاد والراحلة والزاد والطعام أرسلها أبو بكر مع واحد من عياله قدام. طيب خرجوا الآن من مكة، أين يذهبون؟ هم سيتوجهون إلى المدينة، المدينة شمال مكة، فهم لو مشوا شمالا على طول قريش في الصباح بتكتشف أن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود ويطلعون وراءهم يرجعونهم. فهو عليه الصلاة والسلام من ذكائه توجه جنوبا كأنه رايح اليمن، وقريش تعرف أنه يبغى يطلع للمدينة وهو كأنه رايح لليمن. مشى مع أبي بكر 5 أميال، يعني 7.5 كيلو مشي، و7.5 كيلو يعني مسافة تعتبر طويلة لكن الواحد يقدر يمشيها. يعني الآن المسعى بين الصفا والمروة كل شوط واحد 0.5 كيلو تقريبا 500 متر، يعني 7 أشواط كم كيلو؟ 3.5. فأنت لما تطوف 7 أشواط 3.5، لما تطوف مثلها هذه 7 كيلو كملت، فالأمر يسير يعني ليس صعبا كثيرا. مشوا 7 كيلو، يمكن هذا يستغرق مشي من الإنسان ساعة أو ساعة وشوي، حتى وصلوا إلى جبل اسمه جبل ثور، فيه غار، غار يعني مثل كهف في الجبل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وصعدا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يدخل، قال أبو بكر يا رسول الله سألتك بالله ما تدخل، أنا أدخل قبلك. انظر للمحبة أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أنا أتأكد لك من الغار، يمكن فيه ثعابين حيات فيه ذئب ولا سبع، أتأكد لك. جاء أبو بكر ودخل، نظر يمين ويسار وشاف كم جحر في الأرض، فصار يأخذ أحجار ويسد هذا ويسد الثاني، وقيل إنه شق من ثوبه شيئا من تحت وبدأ يلوي بعضه على بعض ويسد بعض الجحور حتى ضبط المكان. ثم خرج وقال يا رسول الله تفضل. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف محبة أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بينهم 2 سنة بس في العمر، النبي عليه الصلاة والسلام أكبر منه 2 سنة، وكانوا أصدقاء من أيام الجاهلية قبل الإسلام. وجاء أبو بكر وفرش رداءه للنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وجلس عند طرف الرداء، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وتوسد ركبة أبي بكر.
قريش جاء الصبح إلا والله علي رضي الله عنه يطلع عليهم، وين محمد؟ قالوا والله محمد ما هو موجود، وأنا ابن عمه متربي في بيته عادي نمت في فراشه، كيف وين صار؟ فلم يستطيعوا أن يعرفوا أينه. غضب أبو جهل فرعون هذه الأمة ومضى إلى بيت أبي بكر، طرق الباب وخرجت إليه أسماء صغيرة ذلك الحين، وعائشة أصغر من أسماء بعد. قال أين أبوك؟ قالت والله أبي ما أدري وين، وين أبوك ما أدري وين. فضربها على وجهها ضربة أطارت قرطها، كانت لابسة حلق في أذنها، من قوة الضربة سقط ثم ذهب. ثم أقبل أبو قحافة، أبو قحافة هذا هو والد أبي بكر، أبو أبي بكر شايب كبير وأعمى، دخل طرق الباب، يا بنتي وين أبوك؟ قالت ما أدري وين أبي. قال طيب أبوك إني أراه قد فجعكم بنفسه وماله، أبوك أكيد طلع وخذ فلوسه معاه بعد. وفعلا أبو بكر طلع وأخذ أمواله، ترك شيئا يسيرا لبناته مصروف. قالت لا يا جدي، بل ترك لنا شيئا كثيرا. قال وين اللي تركه لك؟ فجاءت إلى كيس وجعلت فيه حصى صغار وقالت المس ولمس، قالت هذا كله ذهب. قالوا وترك لكم مالا كثيرا، تبغاه بس ما يكثر كلام عليها، وذهب. شوف عقلها كيف هي وهي صغيرة. وصارت أسماء هي اللي جهز الطعام، وعبد الله بن أبي بكر كل يوم يسمع الأخبار من قريش، وهم قاعدين يبحثون شمالا وهو يأخذ الأكل ويطلع جنوب كأنه رايح اليمن، ويصل إلى الغار يعطيهم الطعام ويعطيهم الأخبار، اليوم سووا كذا واليوم بحثوا عن كذا، واليوم أعلنوا أن أي واحد يقبض عليكم له 200 ناقة. ترى 200 ناقة يا جماعة ثروة، يعني حتى اليوم لو واحد يعطيك 100 ناقة ترى أعطاك ثروة. الناقة مثلا قيمتها مثلا 5000 ريال، لما يعطيك 100 ناقة يعني أعطاك كم؟ 500,000، 500,000. فما بالك في عصرهم الناقة عندهم، اللي بيسافر ما فيه إلا ناقة، اللي بيحتطب يجمع حطب لأهله ما فيه إلا الناقة، اللي بيتزوج يدفع ناقة، اللي بيذهب لقتال يركب على الناقة، كل شيء اللي يدفع دية ناقة، كل شيء على النوق. فالنوق في عصرهم أغلى أيضا. فجعلت قريش 100 ناقة للي يقبض على هذا، و 100 ناقة اللي يقبض على الثاني. ثم صار عبد الله بن أبي بكر كل يوم يطلع ويعطيهم الأخبار. وعامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة هذا هو خادم أبي بكر، راعي الغنم حقه، كان كل يوم يطلع بعد ما يطلع عبد الله بن أبي بكر يطلع وراه بالغنم. فقريش كان عندها خبرة لأنهم أهل بادية أصلا، فكان عامر بن فهيرة هذا راعي الغنم يطلع بالغنم ويمشي على نفس الطريق اللي مشى فيه عبد الله بن أبي بكر حتى يعمي على الآثار، حتى يصل قريب من الجبل ويحلب من الغنم ويدخل عليهم في الغار ويعطيهم اللبن ويشربان. أول يوم قريش بحثت 100% عنهم في كل مكان، لما جاء اليوم الثاني بحثت إلى 70%، بدأوا ييأسون. جاء اليوم الثالث خلاص أكيد وصلوا المدينة الآن، بحثوا أكثر، اليوم الثالث ما وجد. اليوم الرابع خمدت قريش يأسوا، قالوا هذا خلاص فات علينا وصل المدينة، وما كان في ذلك حين اتصالات ولا. بعدها 3 أيام عرف النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أخبار عبد الله بن أبي بكر أن الطلب اللي عليكم وقف خلاص يأسوا. فخرج مع أبي بكر جهة البحر، ما ذهبوا جهة الطريق اللي معروف عند الناس، لا جهة البحر على الساحل يمشون حتى يصلوا إلى المدينة. صحيح أنها أطول لكنها أوثق، والجملين طلعوا قدامهم في هالطريق، وكانوا قد واعدوا رجلا اسمه عبد الله بن أريقط، هذا مشرك لكنه أمين، هو يعرف الطريق حتى ما يضيعوا في البر، ما كان في مثلنا سفلته ولوحات ولا جوجل ماب، لا كان عندهم في ذلك الوقت لازم واحد يدلك ولا تضيع في البر وتموت في وادي ولا في جبل. فخرجوا وجدوا الناقتين، ووجدوا عبد الله بن أريقد ينتظر، ووجدوا الناقة الثالثة، معه ناقة عبد الله بن، كل شيء مرتب.
فجاءوا وركبوا على النوق ومشوا. في أثناء الطريق طبعا مسافة ما بين مكة والمدينة قريب من 500 كيلو تقريبا، وميقات أهل المدينة اليوم اللي هو ذو الحليفة هو أبعد ميقات عن مكة، مواقيت الحج والعمرة أقرب لكن هذاك أبعد شيء من مكة. فصاروا يمشون، في أثناء الطريق انتهى الطعام اللي معهم ولا بقي إلا كسر خبز وتمر، يحتاجون لبن. فنظروا وإذا في خيمة قديمة فأقبلوا عليها وجعلوا ينادون من الخارج. خرجت إليهم امرأة واضح عليها الضعف والفقر والناس في فقر، فقال لها أبو بكر عندك لبن نشتري يعني؟ قالت والله ما عندنا شيء. قال أين زوجك؟ قالت خرج يرعى الغنم. طيب ما عندك شاة نحلبها؟ قالت خرج بالغنم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى شاة صغيرة نحيلة هزيلة، قال ما هذه الشاة؟ قالت لا يمكن تجد لبن فيها، هذه أولا لم ينزو عليها الفحل، يعني هذه عمرها ما حملت ولا ولدت، وغالبا الشاة إذا ولدت اللبن اللي المفترض أن يشربه ولدها الناس يحلبونه ويشربون مع الولد، يعني حتى الناقة يعني تحلب لما تكون والدة. فقالت هذه أصلا ما بعد حملت توها صغيرة، والشيء الثاني أنها من شدة مرضها وفقرها وهزالها ما طلعت ترعى، حتى مشي ما تقدر تمشي. فقال صلى الله عليه وسلم هل تأذنين أن أحلبها؟ قالت تحلب إيش؟ هذه ما فيها لبن لا يمكن. قال أذني أنت، قولي أذنت بس. قالت أذنت لك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليها ومسح على ضرعها ودعا الله أنه يبارك، يعني رب ارزقنا، يعني احنا أنا نبيك وهذا صاحبي وإحنا مهاجرين إليك، يا رب ارزقنا ودع الله. تقول أم معبد والشاة واقفة يا الله تقدر توقف، تقول فلما دع الله فتحت الشاة رجليها من كبر الضرع، بدأ الضرع يمتلي لبن، ففتحت رجليها من كبر اللي تحت بطنها قاعد ينبت. تقول فرأيت عجبا فدعا بإناء، قال أعطيني إناء، فجاءت بالإناء وحلب فيه. تقول ثم قال أعطيني إناء ثاني وملأه، فما تركت إناء في البيت إلا ملأته باللبن. خلاص هذا بيكفيها ويكفي أهلها ويكفي جيرانها. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن أريقط وتركوا لها بقية اللبن وذهبوا. فلما رجع زوجها رأى في لبن في البيت، قال من وين هذا؟ ورأى المرأة متغيرة، قال إيش اللي حصل؟ قالت أتاني اليوم أسحر الناس، أكبر ساحر في العالم جاءني اليوم، ما تصدق أن هذا نبي. قال كيف؟ إيش عمل؟ قالت جاء ومسح الشاة وامتلأ لبن وإحنا نشرب الآن، هذا يكفينا يومين ولا ثلاثة. فقال صفيه لي، أعطيني صفاته. فقالت أما وجهه فوضيء صلى الله عليه وسلم، وأما أخلاقه فحسنة، إذا تبسم تبسم عن مثل الجمان، تقول إذا ابتسم يطلع لك مثل اللؤلؤ من جماله وحسنه، له شعر يضرب إلى أذنيه، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتدني، ليس طويلا طولا مذموما يقول الناس هذا طول مذموم، وليس قصيرا قصرا يذمه الناس، جسيم. وجعلت تصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أم معبد والله إن كان وصفك صحيحا فهذا النبي الذي في مكة الذي يقول عنه قومه ساحر وكاهن وكذاب ومجنون. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصل وكان أهل المدينة قد سمعوا بقدومه، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم طلع من مكة. طيب كم جلس في غار ثور؟ كم يأخذ؟ ما يدرون أهل المدينة، ما يدرون، هم يعرفون عادة كم الواحد يستغرق ما بين مكة إلى المدينة، يعرفون التوقيت 6 أيام 5 أيام، لكن هم الآن ما يدرون كم.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلة 27 من شهر صفر من السنة 14 للهجرة أو للنبوة، ووصل في 6 ربيع الأول، يعني وقضى قريب من 9 ليالي في الطريق، يعني ما كان الزمن يعني طويلا. فكان أهل المدينة كل يوم من بعد الظهر إلى المغرب يترقبون، ها وصل ما وصل ما. وكان اليهود يسألونهم يقولون أنتم إيش تنتظرون؟ قالوا ننتظر رجلا عظيما سيأتينا. فجاءت ليلة، جاء يوم من الأيام انتظر أهل المدينة فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصل يعني. فأووا إلى بيوتهم، قالوا خلاص شكله بيجي بكرة يعني. فلما كان من بعد المغرب وقد أظلمت الدنيا، كان هناك يهودي يشتغل في نخلته، فنظر وإذا 3 قادمين على جمالهم على رحالهم، فصرخ قال يا بني قيلة، بنو قيلة هم الأوس والخزرج سكان المدينة، وقيلة هذه جدتهم، جدة قديمة، قال يا بني قيلة هذا جدكم قد حضر، هذا جدكم يعني هذا حظكم قد حضر. ولذلك تقول أنت في دعاء الاستفتاح ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب المال، لا ينفعه عند الله، ليس لأن التاجر يقول الله اغفر له، لا، إلا إذا تصدق بماله. وتقول كذلك وتعالى جدك، ليس نقول وتعالى جدك ولا إله غير، وتعالى جدك يعني تعالى غناك وعظمك، فالجد هو العظم والغنى، تطلقه العرب هكذا. قال يا بني قيلة هذا جدكم قد حضر. فأقبلوا أهل المدينة قسمان، منهم ناس سبق رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ناس أول مرة يرونه، فهم يرون أبا بكر ويرون النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أعمارهم فوق 50، ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم 53 وأبو بكر 51، ما يدرون هذا النبي ولا هذا النبي، اللهم صلي وسلم على رسول الله. فلاحظوا وهم يمشون أن أبا بكر يلتفت للنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه يعظمه، فعرفوا قالوا إذن هذا النبي وهذا صاحبه، اللهم صلي وسلم على رسول الله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام، ما دخل للمدينة على طول، نزل قبل المدينة بشوي، اللي اليوم فيه اللي راح منكم المدينة يوجد اليوم مسجد قباء. مسجد قباء كان منطقة تعتبر خارج المدينة، لكن مع كبر حجم المدينة وتوسعها دخل مسجد قباء وصار حي من الأحياء. لكن في السابق كانت المدينة بس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله كذا بيت، فكان مسجد قباء يعتبر خارج المدينة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونزل قبل ما يدخل المدينة، نزل وجلس كذا يوم وبنى مسجد قباء. إذن أول مسجد بني في الإسلام أي مسجد؟ قباء، قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني. ويقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، اللي هو مسجد قباء. انتهى من مسجد قباء، صلى فيه ودخل للمدينة، خلاص عاد بيسكن في المدينة بين الناس، ما عنده بيت، ما عنده مكان يذهب إليه. فكان بناقته عليه الصلاة والسلام يمشي، وهو سبق أن تعرف على الناس في قباء وجلسوا معه، فكان كل قبيلة يمر بها، لأن المدينة عبارة عن قبائل، كل قبيلة 20-30 بيت ساكنين مع بعض، فيقولون يا رسول الله انزل عندنا مسكون الناقة، فيقول دعوها، اترك الناقة خلها تمشي فإنها مأمورة. حتى أنه صلى الله عليه وسلم ما أمسك الخطام، تركها الحبل هي توجه نفسها، ما يلف يمين ولا يسار بها، حتى وصلت إلى بيت أبي أيوب الأنصاري. أبي أيوب الأنصاري، وجاءت الناقة وجلست أمام البيت. أبو أيوب رجل عادي، يعني ليس من كبار تجار المدينة، وأبو أيوب من خيار الصحابة رضي الله عنه، لكن أقصد ما كان من كبار تجار المدينة ولا رئيس قبيلة ولا، ما درى إلا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قدام بيته. نزل كأن هذا نزل عليه من السماء من الفرحة، يا مرحبا يا مرحبا. وأقبل أسعد بن زرارة وأخذ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بها مع النوق عنده، لأنها تحتاج إلى طعام وشراب وعناية. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أبو أيوب من إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرحان، فبيته طابقين، وطوابق يعني أيضا ليست مثل طوابقنا اليوم، لا يعني الطابق العلوي هم أصلا كانت الأعمدة عندهم جذوع النخل،
يأتون إلى نخلة ويقطعون من أصلها ومن رأسها ويحفرون في الأرض مثلا متر ويحطون الجذع وبعدين يضعون حوله طين وحجارة ويصبح رايح سارية. بعدين يضعون أربعة كذا ويبنون بينها باللبن، ثم بعدين يضعون لهم جذعين ثلاثة ويحطون هذا دور ثاني. فأصلا البناء متواضع يعني. فجاء أبو أيوب وقال: يا رسول الله، البيت طابقين، ما في إلا أنا وزوجتي، أنا أستحي أسكنك تحت وأنا فوق، يا رسول الله تكون أنت فوق وأنا في الأسفل. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وسكن فوق الغرفة اللي فوق. فصار الناس إذا أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليهم أن يصعدوا إليه، هو كل مرة نازل لهم وطالع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: يا أبا أيوب، إنه يشق علي أني أكون فوق، يعني أنا أشكرك على أنك ما تريد تكون في مكان أعلى مني، لكن أنا أرفق به أني أكون تحت، يعني خروجي ودخولي واستقبالي للناس. فأنزل أبو أيوب يعني متاع النبي صلى الله عليه وسلم وضعه تحت. يوم من الأيام وأبو ليلة من الليالي وأبو أيوب فوق، انسكبت جرة ماء عنده هو زوجته، فخشي أن يقطر شيء منها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فما تركنا ثوبا في البيت إلا نشفنا به الماء، خوفا تطلع قطرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم. شوف كيف كانت محبتهم الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ترى أيضا ما جلس عند أبي أيوب سنة وسنتين، كان عزيز نفس. يعني صحيح أن أبا أيوب يتشرف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفرح به، لكن أيضا هو عليه الصلاة والسلام عنده عزة نفس. ليس معناه أني ساكن عند الرجل بجلس وقتا طويلا. جلس فترة يسيرة حتى بني المسجد، ثم بني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقا للمسجد. طلع النبي صلى الله عليه وسلم وسكن في بيته، ثم بعد ذلك بدأ الإسلام ينطلق من البلدة الطيبة، من طيبة، من المدينة النبوية. هذه أيها الأكارم قصة هذه الهجرة التي مضى عليها اليوم 1436 سنة، ولا يزال الإسلام من فضل الله بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم مكذبا بدأ ينتشر. أصلا بدأ ينتشر من خروجه من مكة. لاحظ في مكة طوال فترة 13 سنة في مكة ما دخل في الإسلام إلا 114 رجل فقط، 114 في 13 سنة. بينما لما خرج عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا، في أثناء الطريق التقى ببريدة بن الحصيب، رجل رئيس في قومه، ودعاه للإسلام فأسلم، ومعه 80 رجلا من قومه. لاحظ هو عليه الصلاة والسلام 13 سنة ما أسلم على يده إلا 114 شخص، فلما خرج وإذا يقابل رجلا ويسلم في لحظة واحدة أكثر من 80. هذا فتح للإسلام، حتى أنهم صلوا العشاء ذلك اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه بهجرته عليه الصلاة والسلام بدأ فعلا الإسلام ينتشر وبدأ يقبل الناس عليه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.